السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلاب، بنستكمل مع بعض درس المجهر أو الميكروسكوب. هنبدأ نتناول أجزاء المجهر بنوع من التفصيل. أول جزء عندنا العدسة العينية. عادة بتكون قوة تكبير العدسة العينية 10x، وده ممكن أتأكد منه من خلال الرقم المكتوب على العدسة. طبعا العدسة العينية بتعمل على تكبير صورة العينة المتكونة بواسطة العدسة الشيئية، تعمل على تكبيرها 10 مرات إضافية. بيلي العدسات العينية الأنبوب، وهذا الأنبوب بيحتوي داخله على مرآة مستوية مثبتة بشكل مائل بزاوية 45 درجة من أجل عكس صورة العينة المتكونة بواسطة العدسة الشيئية إلى العدسات العينية. بعد كده بنشوف جزء مهم جدا وهو العدسات الشيئية. المجهر الضوئي المركب مزود بأربع عدسات شيئية. العدسة الأولى اسمها العدسة الماسحة، ودي اللي ببدأ بها عملية الفحص. قوة تكبيرها 4x، وعادة بتكون معلمة بخط لونه أحمر. العدسة اللي بعدها العدسة الشيئية الصغرى، ودي قوة تكبيرها 10x، وعادة بتكون معلمة بخط لونه أصفر. العدسة الشيئية الكبرى، ودي قوة تكبيرها 40x، وعادة بتكون معلمة بخط لونه أزرق. العدسة الزيتية، ودي أكبر العدسات، قوة تكبيرها 100x، معلمة بخط لونه أبيض وأسود. دي بنستخدمها في فحص الخلايا البكتيرية والكائنات الميكروبية. طبعا الأربع عدسات دول بيكونوا محمولين على القطعة الأنفية الدوارة، اللي هي القطعة دي كده. عند استخدام إحدى هذه العدسات لابد من لف القطعة الأنفية الدوارة بحيث اللي تكون العدسة المراد استخدامها فوق مصدر الإضاءة مباشرة. لازم أسمع صوت تكة كده، هذه التكة أو هذا الصوت بيبين لي أو بيأكد لي إن العدسة اللي أنا هستخدمها في الوركينج بوزيشن الصحيح أو في الوضعية الصحيحة للعمل. قوة التكبير للمجهر ممكن أحسبها عن طريق حاصل ضرب قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشيئية. يعني مثلا لو أنا هستخدم العدسة الشيئية الكبرى اللي قوة تكبيرها 40x، يبقى في الحالة دي قوة تكبير المجهر هتساوي 10، اللي هي قوة تكبير العدسة العينية، مضروبة في 40 اللي هو قوة تكبير العدسة الشيئية. يعني قوة تكبير المجهر في الحالة دي هتساوي 400x، يعني 400 مرة. نروح دلوقتي نشوف مقطع مصور للأجزاء اللي احنا شرحناها، وبعدين نعود مرة أخرى. نبدأ بأجزاء المجهر الضوئي المركب. أول حاجة العدسات العينية اللي في المعتاد بتكون قوة تكبيرها 10x وبتبقى مكتوبة على العدسة. طبعا العدسات العينية بتكبر لي الصورة القادمة من العدسات الشيئية إلى العين 10 مرات إضافية. ممكن أبعد أو أضيق المسافة بين العدستين بالشكل ده كده عشان تناسب المستخدم للمجهر. في عندي الجزء اللي بيلي العدسات العينية اللي هو الأنبوب، داخله مرآة مائلة بزاوية 45 درجة عشان تنقل الصورة أو تعكسها القادمة من العدسات الشيئية إلى العدسات العينية. بعد كده في عندنا قطعة مهمة جدا اللي هي القطعة الأنفية الدوارة اللي بتحمل العدسات الأساسية للمجهر. في عندي 4 عدسات في القطعة الأنفية الدوارة أو مثبتة عليها. أول عدسة اللي عليها خط أحمر دي بنسميها العدسة الماسحة، ودي قوة تكبيرها بتكون 4x، يعني بتكبر لي صورة العينة 4 مرات، ودي بنستخدمها في بداية الفحص. بعد كده في عندنا العدسة الشيئية الصغرى اللي عليها خط أصفر، قوة تكبيرها 10x، بتكبر لي العينة 10 مرات. بعد كده في العدسة الشيئية الكبرى، قوة تكبيرها 40x، يعني بتكبر لي العينة 40 مرة. ثم في النهاية العدسة الزيتية اللي قوة تكبيرها 100x، يعني بتكبر لي العينة 100 مرة. طبعا علشان أشوف قوة تكبير المجهر أو أحسبها، المفروض اللي أنا بضرب قوة تكبير العدسة الشيئية في قوة تكبير العدسة العينية بتديني القوة التكبير النهائية للمجهر. طبعا لازم أثناء ضبط العدسات الشيئية أسمع صوت التكة دي اللي بتوضح لي ان العدسة اللي انا هستخدمها في وضعية العمل او بيسموها الوركينج بوزيشن. يعني لابد ان العدسة تكون في هذه الوضعية عند هذه التكة بالشكل ده كده.